صباح الخير من راديو توأمية أستراليا، منحييكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا. رح ننتقل فورا لبيروت، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء الإعلامية والكاتبة مايا إبراهيم، معنا مباشرة عبر هواء توأمية، وأيضا فيكن تابعونا عبر صفحة توأمية أستراليا. صباح الخير مجددا لك مايا، يعطيك ألف عافية ومساء الخير. يسعد قلبك وأوقاتك حبيبتي، صباح الخير عندكم ومساء الخير عنا، فيسعد أوقاتك وأوقات المستمعين حبيبتي، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. شكرا لك مايا. بعيد عن الأخبار السياسية، رح نروح لموضوع معك، موضوع اجتماعي وموضوع إنساني كمان بنفس الوقت، وهيدي مش لأول مرة بيطلع فنان من لبنان أعطى وقدم بمسيرته الفنية الطويلة، ولكن يعني بس كبر شوي بالعمر أو بس دخل المستشفى بالظروف الصعبة والقاسية عم نشوف قديش عم تكون المعاناة كتير كبيرة. إذا ما هيك خانتني ذاكرتي، من عليا نمري لأبو سليم لفهمين لكتير من النجوم يلي عانوا بعد تقدمهم بالعمر، ولكن هالشخصية اليوم الفنية المحبوبة يلي كان دايما ياخد هذه الأدوار الجريئة، بطل الفنان فادي إبراهيم يلي كان دايما ياخد هيك أدوار البطولة المناصب القوة، اليوم بالواقع بعيد عن التمثيل عم نشوفه بمكان آخر بوضع يعني صعب جدا. يا ريت مايا، رح اترك الهوى لك لحتى تخبرينا اكثر عن ما يعاني منه حقيقه الفنان فادي ابراهيم، طالما انت عم تكوني على متابعه ومقربه من يعني الاخبار اللي عم تردنا نحن هون باستراليا عن صحته وعن معاناته. إيه نعم، أول شيء بدنا نوجه له تحية لأنه هو كمان بيسلم عليكم، يعني اليوم عارف أن أنا طالعة، أول شيء أنا أحكي عنه هيدا تكريم لألي. أنا هو يا حرم ما بعيت لي إلا يا بنت العم، دايما نحن بتجمعنا صداقة قديمة، بس بما أنه أنا من بيت إبراهيم وهو من بيت إبراهيم يا حرم، فبيقول لي أهلا ببنت العم. نعم. بدي أتمنى له الشفاء يا رب ودوام العافية يا رب، الله يعافيه إن شاء الله ويرجع أقوى من الأول. بيوجه لكم تحية وسلام كتير كبير لمستمعين توأم إيه، لأخته منى ورولا، لقرايبينه ولاد خالاته، عنده حتى يا حرام هونيك مثل ما بيقولوا، قال لي عندي مجموعة أصحاب وقرايب، قال لي نص أستراليا يا حرام، فسلمي لنا عليهم. نعم. كتير، وكان عباله يا حرام إنه يبعث لكم فويس، بس للأسف كان اليوم عنده هيك غسيل كلى شوي انخض، فما حب يبعث يعني شوي صوته مش ولا بد، كان ناوي يبعثها بكرة، قلت له لا خلص ولا يعني ما مشكل. نعم. أنا بوصل سلامك. قال لي وعايدي لي اياهم، قالوا ان شاء الله بتكون بعايدكم فادي، وبقلكم شكرا لمحبتكم، شكرا للهفتكم، شكرا لسؤالكم عنه، هو الحمد لله ان شاء الله باذن الله باذن الله عم يتعافى يا رب. نعم. هلا اللي صار معه ينعم عليك يا رب. هلا هو اللي صار معه كلود انه كان من فتره عم بيصور عادي، وكلنا سمعنا انه كان بالتصوير وصابته مثل نكسه فجائيه، نقلوا دغري إيرجونس، وتبين عنده يا حرام أنه مشكلة سكري وضغط، ودغري عكست على الكلى، فللأسف اتضاخمت هالقصة يا حرام عنده وتضاعفت بشكل سريع، فللأسف. نعم. عرفت كيف علي؟ يعني كله صار ورا بعضه، صرنا نسمع بين فترة والتاني أنه فات بحاجة دم، فات بحاجة كذا، لحتى عرفنا هيدي الفترة أنه للأسف خسر أحدى أطرافه. بس لو بتعرفي يا كلود انه بس تحكي هو اللي بيعطيك المعنويات مش انت، حلو، ولا بيحسسك انه هو في شيء، يعني بحكي يوميا وبنحكي كل ضحكته ما بتفارقه، ايمانه مش مفارقه على كلمه الحمد لله. هيدي دواء بحكي الحلوه، ضحكته الحلوة المعهودة هيك دخيل ربه، هالصوت اللي بيعطيك طاقة إيجابية، ولا بتقولي إنه مريض. نعم. الله من عنده يزيده صلابة وقوة وإيمان يا رب أكتر وأكتر، وينظر له يا رب بعين الشفا إن شاء الله للحقيقة. ولو بتشوفي بروفايله من أول ما انتكس صحيا، يعني بروفايله على الواتساب، شوفي شو حاطه: أن تحتفظ بهدوءك في لحظة الغضب، أن تظهر السعادة وأنت لا تشعر بها، أن تبتسم مع أنك تشعر بالرغبة في البكاء،
أن تهتم بالآخرين بالرغم من وجع قلبك، تلك هي القوة. نعم شوفي صحيح. لوين إنه عم يظهر كل ما عنده، إنه هو يا حرام لو مش قادر يضحك عم يضحك، لو مش قادر هذا، إنه هيدي القوة بحد ذاتها. فأنا نعم قد إيه بتستشفي أنت من ورا هالبروفايل. في هلا كتير أشوفك مايا، في سمعنا كتير من الأخبار اللي وردت أنه الممثل والنجم فادي إبراهيم في خطر، هل اليوم وضعه الصحي مستقر أم لا؟ شوفي هلا لما بتروا احد اطرافه يا حرام خيفانين لا سمح الله، لا سمح الله اذا ضل وضعه السكري، اكثر شيء السكري اللي عم يلعب لعبته يا حرام، انه ان شاء الله ما ي... يعني ان شاء الله ما يثبت على تتطور اللي يثبت، الأمور. ايه ما تتطور لحتى لا سمح الله ما يخسر شيء تاني. بس انا بقول لك زادتها شوي السوشيال ميديا، هيدي مش محبة، المحبة بتكون كلود لما أنا بحبها لكلود بشتغل شيء على أرض الواقع، مش مهم أنا أطلع قد الحكي ما تسألي. والنقابي أنا صح. بوجه تحية للنقيب نعمة بدوي، وبإن شاء الله بكرة بتطلعي معه إن شاء الله على الهواء وبتشوفي نفسيته لهالنقيب. هيدا بي بكل معنى الكلمة للفنانين. أنا مش لأنه صديقي، مش لأنه بعزه وبحترمه، لأنه هالقد هو نقيبة معبى مطرحه. لو بتعرفي يا كلود إنه أول ما إجا استلم كان حلمه ما بقى بده يشوف حدا يموت على ابواب الاوبيتال، او حدا يتشرد من الفنانين او يطلع من بيته لانه قاعد بالاجار او شيء. كان حلمه يعمل ميزون دي غوبو للفنانين. فالشغله كانت انه بدهم دبروا الارض، بس هلا لانه مشان بتعرفي نحن هلا الحكومه تصريف الاعمال، فهو ناطرين شوي لحتى تصير في حكومه جديه ويظبطوا وراء لهيدي الارض مزبوط، تصير يعني الارض ملكيه مزبوط، يستلموا ملكيتها مزبوط. وان شاء الله في دول هي اللي مولي المشروع رح قال نحن ما بدنا مصاري، نحن مش عم نشحد، نحن بدنا ميزون دو غوبو، وهن هلا ناطرين ان شاء الله طيب تصير هيدي خريطه نعم عرفتي كيف على ارض الواقع. مايا، وشغله ثانيه، نعم تفضل. محول مكتبه لمستوصف. تصوري شو بيقدر يأمن أدوية، شو بيقدر يأمن حكمة يجوا يعاينوا الفنانين من أي شيء، وبيطلب حتى من المستشفيات إنه يعملوا ديسكاونتات وشغلات ويتوصوا بالفنانين. يعني شاغل شغله كتير حلو نعم هو والزملاء الفنانين، مش تاركينه أبدا لفادي. فاللي عم تسمعوه على السوشيال ميديا ما تاخدوه مش أبدا مطلوب. أبدا، مش كله هدف، فيه توابل توابل. نعم، هيدي يعني الشغلة من الشغلة الناحية الثانية أنا بقول الصحية خلينا نتابع معي كمان مايا فيما بيتعلق بالنسبة ل مايا فيما بيتعلق بالنسبة للوضع المادي. كان في هونيك أطلقت صرخة لمساعدة مظبوط الفنان والممثل فادي إبراهيم، شو قصة يعني نعم هذا الموضوع؟ هل هو فعلا بحاجة هلا أنا لمساعدة رح أقول مادية؟ لك شو إيه رح أقول لك شو صار. هلا كلود هو كان فايت انشورنس على صحته، بس بما انه طالت فتره علاجه تخطى، يعني تخطى الليميت تاعت الانشورنس تاعوله، فالانشورنس ما عاد غطى له، هي ناحيه. فطلعت الصرخه انه ما عاد قادر يا حرام، انه لانه هو اول شيء قال انا ماني طالب يا حرام مساعده من حدا، كان دائما عم يطلع يا حرام يقول انا الحمد لله ماني بحاجه. بس هلا خلص يعني وصلت المرحله انه ما عاد الانشورنس غطى له. هلا النقابه قامت بواجبها وهذا، بس انا بقول لك السوشيال ميديا لعبت لعبتها شغله حلوه، حركوا وزاره الصحه الحمد لله. وزاره الصحه هلا مقدمت له للاستاذ فادي، مقدمت له غسيل الكلى على حسابهم، نعم ومقدمت له يعني مصاريف المستشفى. بس انا بقول لك وين يمكن هون المتطلب، لو ما يعني السوشيال ميديا يمكن والإعلام حرك هذا الموضوع يمكن ما كانوا تحركوا. تسلم تمك، ما حدا تحرك، ما نحن هذا اللي عم نحكي. نعم وكنت عم بحكي انا نقيب نعمة بدوي بهذه الشغلة، قال لي مايا نحن المهم ناكل عنب، ما بدنا نقتل الناطور. قلت له ما هيدي هي المهم، صحيح. انه تحركوا قدموا انه على القليلة ها يعني عملوا شيء. بس شغلة تانية قال لي بدك تعتبري كأنه هو بأوتيل كلود، لأنه حالته ممنوع يعني هلأ يروح على البيت، فهو كأنه هيدي الغرفة بده يضل فيها، في ناس عم تخدمه في هيدي الغرفة، يعني كأنه غرفة بأوتيل. نعم فمطلوب أنه اللي قادر يساعد، ما بده حدا سوري بكلمتي، في ناس عم تطلع بتشحد على ظهره، هيدي الكلمة نحن عيب نقولها لأنه هيدي قلة قيمة، لا هيدي صحيح يعني صحيح. هيدي قامة كبيرة. يعني فادي ابراهيم بعدنا عم نحكي انه هو اللي مثل بالعاصفه، هلا هو عن جد جواته للعاصفه، بس عم يثبت لنا انه هو عن جد ارزه من أدى لبنان بتنحني وما بتنكسر حلو كتير. بالفعل هيك. فمش مطلوب نحن سوري بكلمتي اللي عم بيصير على السوشيال ميديا نشحد على ظهره، لانه هيدي عيب وهيدي معيبه بحقه. اللي بده يساعد
هو طلع بين انه اللي بيحبني وعباله يساعد يتواصل مع النقيب نعمة بدوي، انه ايه في مصاريف يا حرام شوي صارت هلا فوق نعم الطاقة، اللي بحب يساعد اكيد، بس بليز ما حدا يمرقها بطريقة انه احنا عم نستعطف حدا، انه هو مش عم يستعطف، بدك من محبتك بس تتواصلي مع نعمة بدوي، ما تبين بطريقة يا حرام معيبة بحقه. نعم وهو يطلع شخصيا يعني حكي وصرح في هذا الأمر، نعم، ليكون وحتى يعني تصور ليكون الموضوع هيك هالقد فيه شفافية وهالقد فيه جدية يعني أيضا. مظبوط مظبوط، وهذا اكبر دليل انه يا حرام هو كمان طلع لحتى يعطي انه حاجه تضلكم تجيبوا بسيره النقابه، لانه بالفعل انا بعدني عم اقول لك كلود النقيب نعمه بدوي شابو با مش من هلا، يعني ليكي بدك تحطي براسك كلود، نحن النقابه عنا عباره عن دار ايتام بعيد عنك، انا دائما بوصفها هيك للاسف، لانه مثل ما انت تفضلتي وقلتي وذكرتي كل اللي توفوا على ابواب المستشفيات، وحب الدواء ما كانوا يلاقوا، تهجروا من بيوتهم، تشردوا، معظمهم من الكبار، تكريم سوري بكريمتي اخر شيء بعد ما يموت الشخص بحطوا له كورون، ومش حدا من بيكتف. الدوله بيبعتوا لك حدا من قبلهم كمان. نعم فعلى قولة جبران خليل جبران انه وردة بالحياة بتكفي عن ورود على قبري، يعني انه انا التكريم بيكون بالحياة مش بالموت. صحيح ليه نحن فنانين، ليه نحن فنانين برا بيقوموا بواجبهم على اكمل وجه، حتى لو كبروا بضلوا معززين مكرمين ببيوتهم، ونحن سوري بكلمتي هون الفنانين دايما الحضارة بتنقاس كلود على مقياس الفن الموجود بالبلد، فنحن مظبوط فنانين هن مقياس الحضارة، ليه نحن لهون عم نوصلهم. نعم فالنقيب نعمة بدوي بصراحة من يوم ما استلم للحقيقة قايم بواجبه، وأنا بقول لك شابو با ما بيقصر يا حرام بأي شيء، فلما نعم طلع بهالتصريح فادي إبراهيم كان قاصد إنه اللي بده يساعدني، أنا عاطي الثقة الكاملة لنعمة بدوي. شوفي أكيد لوين، عارف. لأنه شوفي هالقد هو عارف كتير منيح. شوفي على كل نحن من هون باسمي واسم كل زملائي بالإذاعة وكتير من المواطنين في أستراليا بنتمنى للفنان النجم المحبوب فادي إبراهيم الشفاء العاجل يا رب، ويتخطى هذه الأزمة مثل ما قلتي ومثل ما يعني تفضلتي مايا، أنه نحن بالحكمة اللي بيتمتع فيها النجم والفنان والممثل المبدع فادي إبراهيم نحن اللي عم ناخد ونستمد القوة منه. تحياتنا وسلامنا له، ومع تمنياتنا الحارة مع يوصل بداية هالعام الشفاء العاجل للفنان والممثل فادي إبراهيم. يوصل حبيبة قلبي، وكمان في سلام دايما من الفنانين، ما ضل حدا ما قال انه سلموا لنا عليه، حتى جورجيت صايغ يا حرام نعم الفنانة الكبيرة اللي يا حرام فقدت عينها اذا بتتذكري، كمان نفس صحيح القصة، طب هيدي قامة كبيرة كمان هديك السنة كمان ضجت القصة نفس الشيء، طب ليه كبارنا عم نعم نوصل لهون؟ هدول كبارنا، يعني سوري بكلمتي انا مش ضد الفنانين هلا اللي عم يطلعوا كلود، بس هدول مش الفن نعم الحقيقي، اللي هدول اعطونا، يعني الكبار اعطونا من وقتهم، اعطونا شيء نتشرف فيه، مسيره كبيره نعم حافله اعطوا من وقتهم صحيح ومن حياتهم، كرمونا بحضورهم، كرموا لبنان، نعم لبنان افتخر فيهم، مش هدول اللي عم يطلعوا سوري بكلمتي فنانين اليوم، هدول اللي انتوا قايمين بواجبهم وعاملين سوري، هدول متسلقين الشهرة، مش هدول مقياس الحضارة عنا، لا كبارنا هن حضارتنا، يا شكرا. ريت نحافظ على هالحضارة. نعم شكرا لك، وبتمنى هذه الصرخة توصل. يعطيكي ألف عافية مايا على هيك الجهود اللي عم تقومي فيها، وعلى هالمحبة وعلى هالقلب الكبير اللي هيك بتتمتعي فيه. شكرا لك على هذه المداخلة والله الطيبة، وعلى نعمة أمل كلود لقاء مش جديد. مستعدة، هيدا أضعف الإيمان، نعم أضعف الإيمان حبيبتي، شكرا وسلامكم بيوصل حبيبة قلبي، وأنا شكرا على هالاستضافة، وأنا تكريم لإلي إني أحكي عن الكبار أمثال فادي إبراهيم اللي بيقول لي بنت العم، فأنا بقول له الله يشفيكي ابن العم وترجع بأقوى من الأول يا رب، شكرا. وبتتخطى هالعاصفة وما بتنكسر آمين شجرتك يا رب. آمين. شكرا للإعلامية مايا إبراهيم، كانت معنا مباشرة من بيروت عبر هوا راديو تويمي أستراليا. منتابع بعد الفاصل مع جولة ومحطة إخبارية.